لفترة طويلة أنا عندي مشكلة بوشي بالبشرة، فيها تصبغات ومن الشمس، فأنا جاي على قد الخوف اللي أنا حاسة فيه، على قد ما أنا متفائلة إن شاء الله بقدر يعني مشكلتي إنه تنحل وأكون بنفسية مرتاحة أكثر لما يتم العلاج. شفنا لباب اليوم من بعد ما فحصناه لوجها، شفنا انه عندها مشكلتين اساسيتين، في وحده اكبر اللي هي مشكله الكلف كثير ظاهر على وجهها وصار له فتره زمنيه طويله، وحسب ما حكيت معها هي المشكله راجعه لتعرضها للشمس لفتره طويله من غير ما تستخدم اي كريمات حمايه. في عندها مشكلة كمان حبوب بوجهها، علاجها رح ياخد فترة زمنية بين شهرين وشهرين ونص، رح يكون عدة أمور رح ينعمل للوباب، العلاج رح يكون كناية عن تقشير متكرر. في علاج كمان خاص بالكلف رح يكون كومبينيشن لعدة علاجات. بتأمل انه تاخد نتيجة ممتازة بالنسبة لعلاجها. كتير مرتاحة وكتير ريلاكس أنا، إن شاء الله الستبس الباقيين كمان يكونوا نفس الشيء، وباخذ النتيجة اللي كنت بحلم فيها، وأصير أضلني أطلع على المراية وما أمل من شوفت وشي. بالنسبة للباب كان فعلا ضروري نعمل لها نيو لوك لشعرها حتى اللوك تبعيتها تختلف جدا. بالنسبة لشعراتها كانت هي صبغتهم بس مش لون كتير حلو، بالنسبة للقصة كانت طريقتهم ميديوم لينكث بس منا قصة اللي بقت لها لشكل وجهها. بعتني على صالون عمرو رح تعمل التوتال نيو لوك. بحب اغير، يعني من 6 شهور أو شوي أكثر قصيت شعري، فهلأ طول مزبوط يعني، فحب أقصه بصراحة أشوف كيف مع القصة يكون شعري. مش عارفة إذا القصة بتلبق لي، كتير مهم إني أخذ رأي خبير الشعر، بس إنه حابة يكون شعري أقصر من هيك، كتير متفائلة إنه يطلع حلو. الباب وشها صغير بشرتها حنطويه يعني لا سمراء ولا كثير بيضاء، يعني بقى الباب لازم اصير لها شعراتها قصير. حنغير لون شعرها، حنعمل لها لون شوكليت مع لولايت، يعني لولايت بس لمعيه، يعني نعطيه لمعيه للكلر. رابع مرحلة أكيد بقى نعمل لها بلو درايكس شوال، بقى بكون إحنا خلصنا، بكون تغير بدها حواجبها شوي تفتيح تيمشي مع لون شعر لأنه غامقين كتير، بقى بكون إحنا خلصنا المهمة تبعنا مع الشباب. ضيف الثاني بالاستوديو الليلي كوافير عمرو من صالونات عمرو بدبي. بونسوار يا عمرو. بونسوار جوال، كيفك؟ كيف كانت إيطاليا؟ والله إيطاليا حلوة. تافي رحت على معرض أنا ببولونيا بالكوزمو بروف، ومعرض بيتعلق بكل شيء اسمه أدوات كوافير وبخص الكوافير وموضة وفاشن، موضة وفاشن بالبيوتي والشعر. صح صح. عمرو خبرنا أول شيء ما نحكي، خلينا نحكي عن لباب شوي، لأنه لباب صراحة بس بدي أقول أنه قديش الواحد بتغير نفسيته أوقات لما يعمل نيو لوك لشعره. كانت لباب كتير هيك حاسة بالديبريشن لما أخذتها لعندك وعملنا نيو لوك لشعرها والقصة،
فرفشت وصارت كثير مبسوطه. صحيح. لباب تافي كانت انه هي وشها شوي ضعيف وصغير، بقى على طول على طول عند تروح عند الكوافير وما يصير في عندها تغيير. بقى نحن غيرناها جذريه مثل ما بقولوا، نحن فتحنا لها شوي صغيره شعرها وعملنا لون شاتان فاتح، رجعنا عملنا لها لولايت عسلي. مزبوط. كانت اول شيء لبابا عم تقول لي انه ماني حابه فتح لون شعر الاصلي، كنت حابه تعمل هايلايت على لون شعر الاصلي، بس حسيت انه اذا فتح لها شوي درجه شعر الاصلي يعني بنور لها وجهها اكثر. بالضبط. بقى بعدين عملنا لولايت تعرفي نور وجهها اكثر من صبغة بعدين لولايت، وغيرها كثير هو انه قصينا لها قصير بتعرفي من شعر وسط والى زمان بالشعر الطويل والوسط لشعر قصير. ديجرادي قصير يعني. ديجرادي قصير، وكانت كثير 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 مبسوطه صراحه، يعني هي تفاجأت بحالها. بالنسبه لقصه شعر للباب كانت كثير حلوه الديجرادي القصير، لانه كان حل من الحلول اللي هو انه يعطيها الوجه المليان، كان وجهها كثير كثير ضعيف. صح. عمرو خبرنا لا شوي عن النيو لوكس اللي جبتها معك من ايطاليا. يعني بتعرفي انا على طول بحب اروح على المعارض، وين في معرض بايطاليا بفرنسا لندن بحب روح، ما في شهرين ثلاثة إلا بحب روح معارض، لأنه بيستفيد ستاف المحلات كلياتها من روحتي، من الأفكار الجديدة، من الصور، من الكتالوجات، من عدة. شو كانت مودة الشعر؟ لأنه على طول نحن العرب بنحب الشعر الطويل. صح. يعني معظم الوقت وتقريبا الأوروبيين بحبوا كتير القص. صح. شو كانت الموضة هالسنة بالنسبة لقصة الشعر؟ لا بالحقيقة السنة في طويل وقصير، يعني وهذا شغلة كتير منيحة، يعني في موضة طويل، طويل أكيد من المعقول مش طويل لمسافات، يعني في طويل وفي قصير. بعدين في ألوان مختلفة اللي هو الكراميل كتير موضة، العسل كتير موضة، الشوكولات بعده موضة، في شوية حمار، يعني الموضة ما بتختصر على شغلة واحدة، يعني المودة صارت متعددة، يعني انت يكون في شواء قدام الست. بس يمكن التكنيك بيختلف طبعاً. يعني مثلا الأحمر يمكن المودة منه الواحد يصبغ شعره كله أحمر بس يفوت خصى الحمر. صح. يمكن كمان خصى تكون عريضة يا ما رفيعة. شو المودة أكثر؟ يعني عجواني بالوش مثلا، عجواني بالوش هو ومن قلبه من جوا إنه حلو يكون في كم خصلة هيك ستايل عريضة شوي، بتعطيها لون تاني. الشعر دارج لونين، مثلا لون من تحت غامق من فوق أفتح، يعني في تغيير ان كان قصير او طويل، يعني حلو اللونين. الماش حلو اكثر من لون انه يطلع بالشعر متدرج، يعني في الوان فاتحه ما في شك، بس هو الاهم شيء الكوافير انه يقدر يختار للست الشيء اللي بيلبق لها. هيدا الشطاره، يعني هونيك بالندوات اللي كانت بالمعرض انه اهم شيء كان في التركيز انه الكوافير يشوف وش زبوني، لون بشرتها، دوره وشها، القصه اللي بتناسبها، اللون اللي بيناسبها، الهايلايت اللي بنسمع. معك كثير حق عمرو، لانه يمكن في كذا قصه شعر. صح. وكلهم حلوين وفي صح. كذا صح. لون وكلهم حلوين، هيك. بس لازم الواحد يعرف يختار شو اللون وشو القصه بتناسب كل ست حسب عمرها، حسب لون بشرتها. صح. لون عيونها والى اخره. هيدا صحيح، هيدا اهم شيء، هيدا اهم شيء انه تختار الكوافير يلي بيعطيها لوك جديده، بيطلي جديده، بتعرف لانه هي قصدها مسافه وجاي عندك كوافير مشان هيك يعني. مزبوط. ميرسي كثير لك يا عمرو على هالفيزيت الحلوه عنا بالاستوديو، المره الجايه لما تجي بدنا نحكي اكثر كمان عن تسريحات الشعر والموضه، وكان عندي كم سؤال لك. ثانك يو جوال، ثانك يو للام بي سي. ثانك يو، ميرسي. هلا ضلكم معنا لانه في بريك قصير، ولما نرجع بده يصير وقت الميك اب.